يجازيكم بالخير. انا توفى لي الراجل، عندي 3 ديال الوليدات ومحتاجه للمساعده، كاريه ب 1000 درهم، عندي حليب دلبن 12 ريال، والمصروف ديالي بد ولادي الله يرحم لكم الوالدين الله يقدر يتساعد معايا، راني محتاجه للمساعده. الله يجازيكم بالخير اخوتي، الله يرحم الوالدين. انا من الاقليم دفاس، الاصل ديالي من الاقليم دفاس، وكنت ساكنه في الرشيديه، ودابا راني جيت عند العائله، راه الحاله حال الله، والعائله ما فحالهاش وما عندهمش ناس مساكن، وما لقيتش اخويا الحل، لا اله الا محمد رسول الله. هاني ولادي مازال خايفه من الشارع، يعني كذب عليك راني خايفه من الشارع. نعم راه لا اله الا محمد رسول الله، الحاله حاله الله ما عندناش. لا 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 ولادي، راه لا اله الا محمد رسول الله، هادشي اللي كاين. كنت كاريه في الرشيديه، سمحت في داك الكرانيت وجيت لهنايا، جيت لعند العائله، صح العائله الحاله حاله الله اكثر مني، ما عندوش. صافي نيت وعيطت عليكم، نيت راه لا اله الا محمد رسول الله. لا فايت دوز في الرشيديه، راه الحاله حاله الله، راه ما كنهضر نيت توصلت. عاونوني واحد جوج ديال الناس، بغيت غير الناس يوقفوا معايا ندير غير شي بيعه وشريه ونقص بحالي، وداك الساعه ما نبقاش نوقف قدام الصحافه ولا نبان. الله يجازيكم بالخير. مشكله بعد مرات كنعطيها غير الرفيسه، غير الرفيسه الخبز واتاي، وهي صغيره وما قلت لكش راه مريضه عندها المصارن، مريضه قسما بالله عندها المصارن، ديتها للطبيب قال لك راه عندها المصارن منفوخين، ما لقيتش باش نداويها. الله يجازيكم بالخير، اللي يقدر يتعاون معايا ويتساعد معايا، الله يرحم الوالدين. مشيت قال لك اسيدي خصني نطلع ونهبط ونجري من هنا ونجري من هنا، تقربة 20000 ريال غنخسر على 6000 ريال في الشهر، واش ديال ليكوش واش ما نعرف ديال مش هذاك 6000 ريال. صافي وجلست بحالي، عطيت راسي الراحه، سوفا مسكت قلبيا. لا هذا الثاني الزوج الثاني، لا مطلقه مطلقه هذاك طالق، وهذا الزوج الثاني اللي ولدت معاه البنيه، ولكن هو اللي كان متكفل ليا، الزوج الثاني هو اللي كان متكفل ليا بالدراري. صافي بقيت الله كريم، حيتاش عندي البنت صغيره ما كيقبلوليش البنت، راه ما كرهش نخدم، ولكني فيما كنمشي كيقول لك لا انت عندك بنت ما يمكنش تخدمي، كنرجع بحالي. اخويا اش غنقول لك، كاينين الناس اللي كيتضامنوا معايا واخا غير بكلمه زوينه، وكاينين اخويا الناس اللي كيعيطوا لي كيبقاو يصدعوني، لا الزواج لا كذا لا التفليه، فهمتي كاينين الناس اخويا اللي كيتفلاو اكثريه، ولا كاين شوف، ولا كاينين الناس اللي كيقول لك راكي كتفلاي انت، هي كدوزي وكديري وكتفعلي وراكي غا كتفلاي، وانا اخويا راه ما كنتفلا ما حتى شي، راه اللي كذبني يجي يشوف. انا ما طلبت حتى شي حاجه، اللي كذبني يجي يشوف ظروفي. الا صابت عندي انا درهم عندي في البنكه غير درهم، راه نترزا في صحتي وكنتحمل مسؤوليتي. ما بغيتش اخويا ما نكذبش عليك، ماشي ديالي وما نقدرلهاش الصراحه، ما نقدرش انا نمشي ندير شي حاجه ما ترضيش الله، ما يمكنليش. 06 5 3 8 4 4 8 7 0.